السلام عليكم جميعا. بهذا الفيديو حبيت قبل ما نطب الانتيرير سيركوليشن، وما دام احنا بعدنا مو غريبين على هاي الصوره، اقول لكم بعض الكومن ديس اوردر اللي كلش ممكن تصير ويا هاي البوستيرير سيركوليشن. باعوا يا شباب، تعرفون انه هاي مدله وهاي بونز وهذا ميدبرين. زين، من هاي مدله احنا عندنا يا كرانيال نيرف يطلعون مننا، يعني من وراء المدله، يعني posteriorly، او يعني شنو قصدي posteriorly؟ من وراء الاوليف دي يجون هنا 9 10 11 مصفطين هيجي، تمام؟ نفس الشيء من هنا. زين هذا وين بالضبط؟ هذا المكان، هذا المكان انت كلش زين تعرفه، اللي هو البونتوميدولاري جانكشن. زين هذا البونتوميدولاري جانكشن تطلع منه نيرفات، واحد ميديالي هيجي اللي هو الابدوسنت ويروح لي للعين، وكو 7 و8 صارن بنفس اللون، بس ما يخالف حسبوها علي، خلينا نغير لكم اللون. 7 و8 7 و8. زين حلو الحكي. زين من هنا من نص البونز شي يطلع لي فد واحد انت كلش زين تعرفه، اكبر كرانيال نيرف اللي هو عزيز كلش على قلبي، هو قال لكم هالحكايه الترايجمينال. زين حلو الحكي. انا ليش دا تحكي لي ذني النيرفات هسه؟ دا احكي لك ذني النيرفات هسه راح تتباوع على الارتريات اللي بصفها. انا ايش طلع لي من هنا؟ انت قول لي 9 10 11 9 10 11. كلش كلش هوايه تصير انه يجيني هذا البايكه يسوي لي كومبرشن على 9. من يسوي لي كومبرشن على 9 يسوي لي مشكله بالفانكشن مالت 9، يصيحوها جلوسوفارنجيال باعتبار هو التاسع، نيورولوجيا. زين فتفتشي كلش كلش ممكن يصير. زين هنا منو عندي يطلع؟ دول سويتهم بالاسود، 7 و8. فكلش كلش ممكن ويا طلعتهم، ويا هاي الطلعة مالتهم هم ماشيني هيجي، يجيني هذا الفوق، يعني من هذا الفوق الايكة يسوي لي كومبرشن عليهم، فيصير عندي جلوسوفارنجيال او فيشل نيرولجيا. شوف شنو الفانكشن مالت هذا النيرف، تسوي لي ديستربنس بيها، بين بالاير، مشكلة بالسمع، مثلا فيشل بالسي وغيرها. زين اذا صار فيشل بالسي يعني انا من الابر لو لور موتور نيرون ليجن، لا هاي بعد طلع طلع النيرف هذا بريفرال نيرف دي ينضرب، فشنو معناته لور موتور نيرون ليجن؟ يعني صار ابسي لاترال كومبليت فيشل بالسي بون سايد. زين هذا الترايجمينال نيرف، ضلعي صديقي واخوي العزيز، شنو فيلمه؟ ممكن هذا السيكا يجي يسوي لي كومبرشن عليه ويسوي لي ترايجمينال نيرولجيا، ترايجمينال نيرولجيا الخامس نيرولجيا. تريد تعرف شنو ترايجمينال نيرولجيا؟ فوت على شانل ماتيك وبارت خالي مالت نيوروسيرجيكال لكتشرز، تلقى عندي لكتشر على ترايجمينال نيرولجيا اللي هو نوع من انواع الالم اللي يصير بالوجه حسب البارت المتضرره، يا سيجمنت يا شوف شنو يصير فد ألم، يصيحوا السوسايدال بين، لأن أغلبيتهم يقومون يشلعون بسنونهم عبالهم عندهم مشكلة بالأسنان وراهم ينتحرون. زين هذا هو الترايجمال نيرولوجي. شنو العلاج مالتها؟ ممكن تكون بعض الأدوية، خصوصا الأدوية الأنتي كونفولسنت أو الأنتي إبليبتيك دراك، تقريتوه ذني، ممكن تكون جاما نايف، ممكن تكون ديكومبرشن سيرجري. يعني شو ديكومبرشن سيرجري؟ يعني هذا الارتري اوخره عن النيرف، الارتري اخليه ما يطخ بالنيرف، اخلي قطعه من التفيلون حتى ما تطخ النيرف. حلو الحكي؟ حلو الحكي. طبعا هي مو الا السي كي يطخ هنا او الاي كي يطخ هنا، دا اقول لكم الموست كمان. بينما هو اكتشفوا انه مثلا هذا الترايجمينال موست كومن لانه كومبايند، ممكن سيكا وايكا وياهم فين، هذا ممكن هنا الايكا يجي ينزل لي على 9 و10، يعني مو ثابته بس اعطيكم الموست كومن. زين ذني عندي بونتاين ارتري،
ممكن يصير بحالات من التروما، حالات من الهايبرتنشن، حالات من شوف شنو، يصير عندي هيموريج هنا بين ذا نير بوينتاين ارتري، يصير عندي بوينتاين هيموريج. من يسوي لي بوينتاين هيموريج؟ اني كلش اخاف اقرا السلام كلش. ليش؟ لان يابا هاي البوينتس ام الريسبيراتوري سنتر. يعني شنو بوينتس ام الريسبيراتوري سنتر؟ راسا واحد حيصير عنده respiratory failure و respiratory alkalosis و طبوب acidosis و مدري منه و compensation و decomposition و يودع و الله يرحمه ان شاء الله نلحق عليه ولو صعبة. زين ممكن بعد شنو يصير عندي؟ يعني كم اللي فوق اكيد اذا انضرب الذني الارتريات، يعني اكيد هواية ممكن تصير، يعني اذا صارت vascular lesion للسيكا والايكا والبايكا ممكن تضر لي على السيربيلم. احنا محكينا السيربيلم قلنا واحدة من ال causes of the cerebellar disorder ان هي vascular trauma tumor وغيرها. زين اذا انضرب عدي او صار عدي ستروك بهذا، سواء كانت يعني اسكيميك او كانت هيموراجيك بالposterior cerebral artery aneurysm شوف شنو ما لي علاقة بها هسه، شنو راح ينظر عندي؟ راح ينظر عندي الاوكسيبيتال لوب، لان هو المن يروح يروح الاوكسيبيتال لوب. يعني من حينظر عندي الاوكسيبيتال لوب ايش حيصير عندي مشكله؟ حيصير عندي مشكله بالفيجن. اذا صار عندي بواحد فممكن ممكن ممكن يصير عندي هومونومس مينوبيا. وصلت الفكره ان شاء الله؟ وصلت الفكره. خلصنا هذا الفيديو وياكم شنو هي الكومن ليجن اللي ممكن تصير لنا بسبب هاي البوستيرير سيركيليشن. نشوفكم بالانتير ان شاء الله. باي باي.